استقبل فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال القمة العربية في دورتها العادية 30 التي بدأت أعمالها في العاصمة التونسية الشقيقة. وقد قام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بنقل تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتمنياتهم بموفور الصحة لفخامته والمزيد من التقدم والرخاء لتونس الشقيقة في ظل قيادته الحكيمة. كما هنأ سمو فخامة الرئيس بتولي تونس رئاسة القمة العربية مع التأكيد على أن ذلك سيعزز من التضامن فيما بين الدول العربية ومسيرة عملها المشترك في ظل ما تحظى به تونس من مكانة إقليمية ودولية. وقد جرى خلال اللقاء استعراض لجدول أعمال القمة مع التأكيد على أن ما تشهده الأمة العربية من تحديات وأخطار محتقة تهدد أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وشعوبها يستوجب التنسيق والتشاور والتعاون فيما بين الدول العربية والخروج من القمة بما يؤكد وحدة الصف والتوجه إلى العالم بموقف عربي حازم يخدم المصالح العربية وقضاياها العادلة ويحفظ أمنها واستقرارها ومصيرها المشترك. حضر اللقاء معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية.